سلام البنات، لاباس عليكم؟ كيف دايرين؟ جيسبر كو فوز علي بيان. كي داير مع اجواء الصيف اي تو و لي غاسيف يقول بارفان سيفي. دونك انا من عشاق لي بارفان، شي واخا تكون دايره ميك اب ولابسه مزيان و توت بروبر، ولكن الا ما كانش ان بارفان، ماشي لا بغيتي تشم بعيد، ولكن الا ما تيش دايره اون بتيت فينيسيون دو بارفان كاين شي حاجه ناقصه. سمحوا لي على الصداع بعدا ديال البليته ديالي ديال البنوتي، ما عندي ما ندير لها، غادي تصدعني غتصدعنا. دونك هاد النهار غادي نهضر لكم على ان بارفان اللي كنت انا غير دايزه في لا بارفومري ونلقاه، ما قدرتش جو ني با ريزيستي وخديته. لو بارفان اللي غنهضروا عليه ديال لا مارك سفير، كلشي كيعرف لا مارك ديال سفير ولات بارتو. من طرفي انا ما كيعجبونيش لي بارفان سفير بزاف، كاين الكول اللي كتشبه الجود جيرل ما عجبتنيش بزاف، كاين باغ اكزومبل فيفا تشبه لا في ابل ما بقاتش بحال كتجيك زوينه في الاول ولكن ما كتبقاش ريحه زوينه ابري، سورتو انا كانت عندي لا في ابل لا ديفيرونس كبيره ما كتشابهش ما بيناتها. المهم هادشي اذواق، مي الا بغيتي ريحه للصيف حلوه غزاله ابيتيسونت، ماشي فلوغال ماشي فلوغال بزاف، مي ديال هاد الصيف ديال هاد الصيف وما طلعلكش فراسك، هي هادي سميتها سفير مون بورفان. بالنسبه لهاد لومبالاج هذا هو نورمالمون كاينه الكبيره كدير 150 درهم فيها 200 مليلتر، كبيره بزاف، راه كلكم كتعرفوا ديك الكبيره، وهذه فيها 50 كدير 100 درهم. دونك انا من طرفي الا لقيتو سفير مون الكبيره خدي، انا ما لقيتش الكبيره لقيتها غير فهاد لومبالاج هذا، دونك خديتها واخا راه في لومبالاج ديال 200 تجي رخص بزاف، 50 مليلتر تدري 100 درهم. صراحه خاصهم يراجعوا شويه هاد النقطه هذه. الحاجه اللي شويه جاتني ناقصه هي سفير ما كيديروش لي زومبالاج الكارطوني، صراحه دي ناقصه، كيديروا هذاك لو ستون ويحطوه فيه وكيعطيوك هكا يعني البارفيومري ولا كذا كيعطيوه لك في ان ساشي. انا كيعجبني لو بارفان يكون في لومبالاج ديالو كارطوني، مي سي بون، المهم هو لو بارفان. دونك بالنسبه لو بارفان هادي 20 يوم باش خديتو، بريسك 20 ا 25 جوغ، وشوفوا فين وصلت فيه، راه تقريبا نص فيه. كاستيون الصداع كاستيون ديال انه كنديرو بزاف، انا ما بقيتش كندير شي ريحه اخرى من غير هاد لو بارفان، قد ما تيطلعش في الراس ما كيطلعش في الراس، حلو كتشمي فيه شويه ريحه فلورال شويه، وكتشمي فيه لي سوريز كتحسي بلي سوريز، وكيبقى غزال في الحوايج، يعني الا حيدتي حويجات كتعاودي تشميهم كتلقاي بارفان ولا لا غزال 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 وما كيطلعش في الراس. دونك نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وتهلاو فراسكم، جيسبر فوز علي باسي دو بو مومون. السلام عليكم.